أين رست سفينة نوح عليه الصلاة والسلام؟ أمر الله تعالى نوحًا عليه السلام أنه إذا رأى الماء قد فار من الأرض أن يصعد في السفينة مع من آمن معه ويحمل من كل زوج من الحيوانات اثنين. وبدأت الأرض تفور بالماء والسماء تمطر وصعد نوح عليه الصلاة والسلام السفينة وسارت بهم بين الأمواج وأغرق الله تعالى الكافرين، ثم أمر الأرض بأن تبتلع الماء وأمر السماء بأن تتوقف عن المطر، وهبطت سفينة نوح عليه الصلاة والسلام بمن فيها واستقرت على الأرض. جاء في سفينة نوح مستقرها قول الله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. وتعددت أقوال المفسرين في مكان الجودي الذي استقرت عليه سفينة نوح عليه الصلاة والسلام، فقيل هو جبل في الجزيرة قرب مدينة الموصل، وقيل إنه موجود في ناحية الكوفة في العراق أيضا، وقيل إن الجودي جبل موجود في منطقة تابعة لتركيا ومتاخمة للحدود السورية العراقية الحالية.